ربة منزل وفي رعايتها 9 أبناء تحمل درجة دبلوم ولا تشغل شيئاً في المجتمع، هكذا كان حال الهندية سافيتري جندال قبل العام 2005، لتصبح بين ليلة وضحاها قطباً سياسياً واقتصادياً في الهند، ثم أغنى سيدة هندية بثروة تتجاوز 18 مليار دولار. فكيف حدث ذلك؟ ولدت سافيتري ديفي جندال عام 1950 ونشأت في مدينة تنسوكيا الهندية قبل أن تتزوج من أرمل شقيقتها في عام 1970 وهو أوم جندال، فتولت وهي في 15 من عمرها تربية أبناء شقيقتها وزوجها الأربعة، كما أنجبت 5 أبناء، ما جعلها تركز على نشاطها العائلي وتؤثر دور ربة المنزل على الحياة العملية. بقي الحال كذلك حتى عام 2005 حين توفي زوجها بحادث تحطم مروحية، لتجد نفسها وهي في سن 55 في مواجهة مع رعاية أسرة كبيرة لا تنتهي عند باب منزلها، بل تتعدى ذلك لما تركه من إرث كبير، وهي مجموعة جندل الاقتصادية قطب صناعة الصلب والطاقة، بالإضافة إلى شركات تعمل في مجال التعدين وتوليد الطاقة والغازات الصناعية ومنشآت الموانئ، وهي إمبراطورية أسسها أوم جندل الذي ولد لمزارع بولاية هاريانا الهندية عام 1930. بدأت القصة عندما كان أوم صبياً مهتماً بالتكنولوجيا والهندسة، كان يزور مشاغل تصليح السيارات ويتطوع للمساعدة، حتى صادف أنبوباً فولاذياً كتب عليه صنع في إنجلترا، ليبدأ التفكير بصناعة مشابهة يكتب عليها صنع في الهند، فأسس وحدة تصنيع أنابيب متواضعة عام 1952. قام أوم بمفرده بتطوير جميع الآلات الخاصة بالعمل دون الحصول على درجة علمية أو خبرة في الهندسة، ثم طورها لمصنع أكبر في عام 1964 باستثمار قدره 42,000 روبية، قبل أن يطلق شركة جندل ليميتد. في غضون عقود قليلة تحولت المجموعة إلى 4 تكتلات عملاقة في صناعة الصلب والتعدين والطاقة عمل على توليتها لأبنائه أثناء حياته. لم يكتفي أوم القادم من بيئة ريفية بالتربع على عرش اقتصادي ليقتحم عالم السياسة، حيث أصبح أول رجل صناعي في البرلمان الهندي في عام 1996، كما كان وزيراً للسلطة في الحكومة الهندية لولاية هاريانا الشمالية، وهي المكانة التي ورثتها زوجته أيضاً. فبعد وفاته نقلت أصوله الشخصية إلى سافيتري التي بدأت مساراً مهنياً سياسياً إلى جانب رئاستها لمجموعة جندل، فأصبحت مشرعة في ولاية هاريانا شمال الهند في عامي 2005 و2009، كما شغلت حقائب وزيرة الدولة للإيرادات وإدارة الكوارث وإعادة التأهيل والإسكان في عام 2006، ووزيرة الهيئات المحلية الحضرية في عام 2013. وفي عهدها زاد معدل نمو المجموعة 4 مرات وتوسعت أعمالها، كما نمت ثروتها لتبلغ 18 مليار و200 مليون دولار في عام 2022، وهو ما جعلها أغنى سيدة في الهند وإحدى أكثر 10 سيدات ثراء في العالم. لكن الانتصار الأبرز في مسيرتها أنها استطاعت أن تحافظ على إرث كبير عماده المال والسلطة، وبالتأكيد العائلة.